ومرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة بي بلادر لؤي. زي ما شايفين اليوم براثن السراب اللي طلع بالحلقة الرابعة من بي باتل بيرست سيرج راح يواجه بلابل سوبر كينج بالتدوير اليدوي اليساري وبجهاز الاطلاق. خلونا نبلش والجولة الاولى. اوكي نشوف براثن السراب كيف راح يمتص. طبعا هو في وضعتين ونحن حطينا بوضعية الامتصاص اللي هي تناسق المثلث تبع الشاصي مع اللاير. اذا ما بتعرفوا هاي المعلومات احضروا الانبوكسينج او فتح العلبة تبع البلبل. قضى على الخفاش وهلأ بجهاز الاطلاق. اوكي كمان جولة بجهاز الاطلاق نشوف الفرق. هل التدوير اليدوي احسن؟ بمعظم الحالات هو الجواب اه. ويا جماعة لا تنسوا الوصل الفيديو اليوم لعشر تلاف لايك. محبين فريد والبراثن وينكم؟ وهلأ اجى دور السراج المذهل. نشوف. اوكي مش كويس. سراج ارجع اعطيه طاقتك. ايوه بس اذا زحلق ما راح يلحق. ولا هي عم بمتص ما قدر. تمام اطلاق يدوي. البراثن مش قادر يمتص طاقه صراحه من السراج، لازم يطلعوا باللانشر. تمام اوكي فرق بالقوه زي ما شايفين مع اللانشر. البراثن رهيب صراحه ضد السراج، بس ضد الخفاش ما كان مهتم يعني وكان عم بيفوز بشكل طبيعي، فهذا خبر كويس. رح نجرب كل البلابل النازله من السيرج طبعا وطلعوا بالحلقات. تعادلوا. كمان جوله باللانشر. اوف كميه الاحتكاك اللي بتصير مع البراثن مش طبيعيه، وانت اكيد شفت النزال اللي انا عامله زمان بين الشجاع والبراثن، كسر الدنيا. اوكي السراج قدر ياخذ هاي النقطه، وحاول اخيرا تدوير يدوي. ما بصمد. طب اوكي نفرض انه السراج ضعيف والبراثن قوي باللانشر. نشوف. شفتوا بزحلق، مرات الافضلية للبلبل اللي بدور بسرعة اضعف اذا التدريبين كانوا عكس بعض، فعشان هيك هو بيمتص بيفوز بالامتصاص معظم الاوقات. الوحش الكاسر. سليم ضد فريد، التقوا بالايفولوشن وهم طلعوا بالايفولوشن ورجعوا التقوا بالسوبر كينج. هلا بيمتص بس الوحش الكاسر مدرع كويس فما بنعمل له بيرست. وما اظن ينزل توي برو بس هي فاز درايفر اعرض. وهلا طلعناه بجهاز الاطلاق البراثن. نشوف الفرق بالنتيجه مع الوحش الكاسر حتى نميز مين اقوى مين اضعف. وباخر فيديو راح افرجيكم مين اقوى من البراثن ومين اضعف من البراثن بعد ما نكون عرفنا يعني لعبنا بالطريقتين. وهلا قدر يفوز الخفاش، احسن من الخفاش بكل الحالات بس اسوأ من السراج ببعض الحالات. البراثن بالامتصاص بيقدرش، مرات بالهجوم كمان بيقدرش. وحش الكاسر عم بيفوز بكل الحالات كمان بسبب درايفر. تمام تدوير يدوي ضد الشجاع. شوف هو عم بيمتص كويس. ممتاز البراثن عم بيمتص طاقه من الشجاع. والخبر الحلو او مش خبر حلو، الاشي اللي بتعرفوه اكيد انه الشجاع مؤكد ينزل من توي برو، البراثن مؤكد ينزل من توي برو، والخفاش والاخيل راح يكونوا بالدفعه الاولى من البلابل. وفي معلومه او شغله غريبه انه الوميض اصداره وفعليا ظهر قبل الاخيل، وليش ما نزل ما حدا بيعرف. بس انا احتمال كبير بتوقع انه ينزلوا الاخيل، سوري ينزلوا اللهيب والوميض بالدفعات اللي بعد، لانه مستحيل يعني ظهروا بالانمي بشخصيات محبوبه. شجاع قدر يفوز. تدوير يدوي لانشر. اوكي شايفين اقوى جهاز اطلاق مرات بتاخر بالتنزيل بلبل، فبحب هذا بحسه اكثر اقوى جهاز اطلاق ومتوازن بترجيع الحبل. تعاون السوبر كينج رهيبين بس مشكلتهم انهم بيخربوا اسرع، فحلوا هاي المشكله بدايناميت. بس ايش صار عندهم؟ مشكله تاخير الحبل. براثن فاز هاي الجوله. هون طلعناه باللانشر نشوف القوه تبعته. شجاع خلص عليه. شجاع وبراثن شوفوا صراحه انا عملت نزال وناس النتيجه بينهم والتنين فيهم يعني قوة كويسة، اوكي؟ بس إذا بتيجي بتحكوا لي أنا بصراحة بفضل الشجاع عن البراثن، بحسه أقوى وأحسن وممكن تستعملوه بخلطات هجومية أكثر. ننتقل للي بعده. هلا بجهاز إطلاق ضد خفاش ريان. الأخ الكبير، طبعًا اللي ما شاف فيديو الحلبة العملاقة نزال رباعي مع الخفاشين والتوأمين. رح تعرفوا إنه بيجي بنفس القطع بالضبط وبالضبط نفس الوزن، فالاختلاف الوحيد هو فقط لون اللاير والشاصي والأشياء هاي. وهي نفسها بالضبط، ولون الدرايفر والحديده بس هي نفس الوزن. تصميم الحديده يعني. اوكي تدوير يدوي.
اوكي طلعت شوي اعوج، لا كثير اعوج مش شوي، بس الشيء اللي بيميز ال اوكي هاي الجوله صراحه مش محسوبه، راح نعيدها بس ذاك بدي احكي لكم. تمام، الشيء اللي بيميز الخفاش هو السنجل شاصي والحديده. سنجل شاصي بس بسمح لكم تستخدموه وتركبوه على اي بلبل سوبر كينج، تحطوا الحديد اللي بدكم اياها، هذا اللي بيميزه. تدوير يدوي ضد وحش السبيد ستور اللي هو نفس الوحش الكاسر بس من هازبرو. النسخه فتحت علبتها برضه كانت تقنيه جديده وقتها وشي واو وكويس. ونشوف تدوير يدوي ما عمل شيء الصراحه لانه وزنه قليل. هاي طلعناه باللانشر كمان. وهلا بنعمل اندماج الوحش الكاسر اللي هو افضل خلطه ممكن نعملها بين الاثنين، نعطيه درايفر وسبيد ستورمي بدل هذا. صنعته بشورت يوتيوب، بفيديو شورت قصير هو زي التيك توك والريل، ف لازم تشوفوا كيف عملنا الوحش الكاسر. برضه يعتبر كل قطع اصليه يعني، وتمام بس اختلاف الوان. هذا البراثن اوكي، اعطينا درايفر سبيد ستورم اللي هو احسن قطعه بنسخه هازبرو لنسخه التكارتومي. طلعنا البراثن باللانشر، نكمل نشوف شو بصير. والجولة اللي بعدها تدوير يدوي، وبعدها اخر شيء عندنا القنديل، نشوف كيف ما راح يقدر يمتص طاقة منه. يا جماعة إذا متابعيني على الانستغرام وبالجروب الخاص البرودكاست شانل، القناة الخاصة بالانستغرام، أي حد بيقدر يدخل هلا بس لازم تدخل على بروفايلي. ببعت أشياء حصرية، عرفنا اسم الوميض وعرفنا اسم الكوكب الأشباح. راح تعرفوا عنه بالفيديوهات الجاية بس ما بدي أحرق عليكم. البراثن فاز، هلا نطلع البراثن تدوير يدوي يساري. ونطلع الوحش باللانشر 3 2 1 جو. ليت اضرب اوكي اضرب، شوف كيف بيسرع بشحط الوحش كاسر. ترى الوحش الكاسر كثير ممتاز، بس انا بقول منيح انه ما نزلوه توي برو عشان يعني ممكن نحكي في بلابل احسن منه. طب بتعرفوا لو عملوه ببطوله راح يستخدم كثير الوحش الكاسر، ليه تبعته دفاعها كويس ودرايفر ماشي حاله. عم بتعادل كويس، شوفوا براثن رهيب بس محتاج درايفر اعرض، درايفر راثنج ممتاز بس يعني من ايام الايفولوشن فمحتاج اشي متطور. واخر جوله للقنديل، مش عارف خطر على بالي استخدم جهاز اطلاق براثن التيربو، براثن الوحده كويس بس اخي بحسه كثير اعوج وغريب وهيك. وهذا الزنبرك اذا شفت فاتح العلبه انه على اساس يعطيك توازن وهيك، على اساس انه بوصله وحركات وبتعرف الاتجاه ولا هذا. اجيب لانشر يساري ولا لا؟ مشكلة كل اجهزة اطلاق الداينامايت انا حاططهم على الدوران اليميني فمتكاسل اعكسهم. بس رح نكمل نزال بلانشر واحد افرجيكم. شوفوا 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 بدنا بيرس فينش، بدنا بيرس فينش بين اليساريين. والبراثن اظن رح يقضي على القنديل، القنديل يعني رح يودع. ممكن نحكي البراثن اقوى من القنديل، هذا اشي كويس عشان ما نزعل انه تاي برو ما نزلت قنديل، في احسن منه. نكمل، بدنا بيرس فينش يا جماعة، نختم الفيديو بنزال بيرس فينش. وشكرا لمتابعتكم الفيديو، لا تنسوا تشوفوا فيديوهات تانية طالعة قدامكم على الشاشة، لا تنسوا اللايك الاشتراك تفعيل الجرس، إذا جرس الإشعارات خربان الغوا الاشتراك ارجعوا اشتركوا مرة تانية وارجعوا فعلوا الجرس مرة تانية على الأول نوتيفيكيشنز كل الإشعارات. براثن بتفوق على السراج، وهلا راح أعطيكم القنديل سوري والخلاصة. تمام، البراثن بتفوق على القنديل، الخفاش، الشجاع قريبين من بعض، أوكي؟ مرات بيقدر يفوز مرات بيقدر يخسر. بس قدام الوحش والسراج ما في عنده كتير فرصة، معظم الوقت بخسر، قدام الخفاش اكيد بيفوز واكيد بيفوز الوحش. فالبلبل الرهيب انا اوريدي عامل فيديو امتصاص تدوير يدوي ضد كل البلابل اللي ورا اليميني، حتى الفيديو يعني كان كتير قوي، فما اظن رح ارجع اعمله، رح اعمل افكار تانية. والفيديو الجاي رح تكون فكرة نارية اكتر باستخدام براثن، ترقبوا مش عارف ممكن ينزل يوم السبت. وفيديو اليوم يوم الجمعة تأخرت فيه انا عارف، رح ينزل الساعة 5 بتوقيت الاردن والسعودية. ونفس الشيء ممكن يوم السبت انزل الفيديو الثاني يكون يوم الساعة 4 او الساعة 5. وبس سلام.